وسائل الاتصال الحديثة اختزلت الزمن بزاف، يعني المعلومة ولات سريعة، التواصل الإلكتروني كتسبق الجرائد، كتسبق وسائل الإعلام، وسائل الاتصال يعني التواصل ولا سريع بزاف، لكن هو سلاح ذو حدين. وسائل التواصل بين الأمس واليوم ممكن أننا ندرجوا واحد 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 المقارنة بين 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 الأمس واليوم في إطار واحد تطور تكنولوجي يعني واسع، أعطى واحد الإيجابيات لكنه لم يخرج من نطاق السلبيات كذلك، لأن أصبحنا اليوم نرى أن التواصل أصبح يعني مختصر جدا بين وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يخص التواصل بين الأمس واليوم، أنا تلاحظ في نظري أن الأمس رغم أننا كنا تلقاو صعوبات خصوصا في هذوك المناطق الجنوبية، مثلا قبل ما يظهر لا تليفون لا حاجة، مثلا كنا نتلجؤ للتليغراف، واليوم كاين الحمد لله كاين التواصل وداك الشيء، ولكن كاين واحد مسائل سلبيه في هذا التواصل، لدرجه انه فقدنا فيه الاحباب ديالنا وداك الشيء، وممكن تعزل الانسان غير في التليفون. بالامس لا، تمشي عنده مثلا، تمشي للدار وتمشي تشوف الاحباب، تمشي تشوف بزاف ديال الناس، لكن اليوم شنا حتى الاحباب ما بقيتيش تشوفهم. أعتقد أنه التواصل يعني بالأمس وباليوم يختلف، يعني اختلاف كلي واختلاف جذري، لكن يبقى للتواصل في عصرنا الحالي إيجابيات كثيرة جدا. هناك بعض السلبيات التي تؤثر من ناحية الإنسانية، ربما هناك أمثلة عديدة جدا للتأثير السلبي الذي يقوم به يعني التواصل في زمننا الحالي، والمعلومات التي يسرت مجموعة من الأمور لكن ربما يعني تساهم يعني في يعني في الإفساد العلاقات الاجتماعية مع الناس. مثلا في العزاء كتمشي تعزي شي واحد، يعني خصك تمشي حتى المنزل ديالو باش تقدم ليه هذيك الرسالة ديال العزاء، بينما اليوم يعني بوسائل الحديثة ديال التكنولوجيا الحديثة يعني اختزلنا الكثير والكثير عبر رسائل قصيرة، ورسائل قد تكون صوتية قد تكون اتصال هاتفي موجز. يعني هذه النقلة يعني النقلة السريعة يعني قد تسقطنا في إيجابيات وفي سلبيات.